الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما تفسير قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض؟ الحمد لله رب العالمين. المقصود من هذه الآية والله أعلم أن الناس لو تركوا على فسادهم ولم يكن ثمة أنبياء يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ولم يكن ثمة علماء وصلحاء وأناس آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر يخففون الفساد في الأرض ويدفعون الفساد وأهل الفساد ويزجرونهم ويأخذون على أيديهم، لغرقت سفينة المجتمع، ولتهدمت المساجد، ولتهدمت البيع والصوامع، لأن هذه محلات التعبدات. فإذا كثر وانتشر الفاسدون في الأرض وعم فسادهم وجب على الأرض وأهلها سخط الله عز وجل وعذابه، وحل بهم نقمته وأليم عقابه. ولكن الله عز وجل يؤخر العذاب بسبب وجود الصالحين المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الذين يتولون دفع فساد الفاسدين وتأخير نزول العقوبة من رب العالمين. فلهذا وجود المصلحين نعمة عظيمة في الأرض. قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فأعظم ما تفسد به الدنيا كثرة الفاسدين وعدم وجود من يدفع فسادهم ويكشف زيفهم وضلالهم. فهذا المقصود من قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فالصالح يدفع بصلاحه فساد الفاسد، والمصلح يدفع بإصلاحه إفساد المفسد، وهكذا تجري دفة الحياة، والله أعلم.